الخطاط والمهندس المعماري طه الهيتي، كيف كانت البداية مع الخط؟ طبعا البداية تمتد بطول حياتي. أول ما فتحت عيني على أي شيء هو كان أول شيء الخط العربي، فبديت أعرف أكتب اسمي، كنت أكتب اسمي بدون معرفة أيه الطاها أيه الثابت أيه الهيتي، بس أرسم الرسم. استهوتني لسبب ما، استهواني الخط العربي بشكل غريب ولا زال. مشت وياي طبعا، حاولت اللي هو الاهتمامات الفنية دائما تكون متقاربة، اللي حاولت الموسيقى الرسم الكذا، وأنا معماري فالرسم هو همين بجانب كبير بحياتي، بس انتهيت دائما بالخط العربي، يرجع إلى 28 حرف اللي أعشقها إلى حد التدين، ولا زالت دائما تمشي وياي الكتابة اللي هي المراسيم مع الخط العربي، تحضير الحبر، قصبة الخط، الجلسة من تكتب الأحرف كأنه هي أحد مراسيم العبادة يعني. فدائما مشى وياي هو الخط العربي منذ البداية لحد الآن، يعني هسه أنا معماري محترف، بس الخط العربي لا زال يشغل الجانب الأكبر من حياتي، لأنه بمجرد الجلوس على لوحة الكتابة وإخراج العواطف مالك والمشاعر مالك كلها بتركيز على هذه الكم حرف اللي دا تكتبها بهدوء وصبر، هذه كلها تعطيك فد نوع من المعالجة الروحانية مثل ما يقولون. فلا زالت هي من بداية صغري إلى حد الآن هي المنفذ اللي خلينا نقول أعبر عن مشاعري به، هو مثل الخط هو الكلام المسموع، مثل المقري العفو، يعني الغناء هو الكلام المسموع، الخط أو الكتابة هو الكلام المقروء. فأكو رسالة الفنان يطلعها، أكو مجموعة مشاعر الفنان يطلعها حتى يوصف بيها فتحالة هو يمر بيها، ولا زلت أمر بيها في كل يوم. مدارس الخط، مكانتها بالعراق ومكانة العراق بهذا المجال. مدارس الخط العربي طبعا هي انقسمت فيما بعد خلافة الإمام علي، واعتقد بالفترة العباسية انقسمت بالعراق، نفس العراق الخط العربي انقسم الى الخطوط اليابسة اللي هو ما يسمى بالكوفي، وطلعت به مدارسه، الكوفي المورق والكوفي باشكال والوان المختلفة من الخط الكوفي، وانقسمت منها الخطوط اللينة اللي هو الفرع الثاني من الخطوط، اللي هي لسبب ما هي طبعا بقت محفوظة أكثر، وصارت هي الخطوط الكلاسيكية اللي هي منها خط النسخ اللي هو يكتب به القرآن، خط الثلث، وخط الديواني، وخط الديواني الجلي، وخط الرقعة، وخط التعليق كذلك، اللي قسم من الناس يسميه ربما يعتقد خطأ بتسميته بالخط الفارسي، إنما هو خط عربي وكان يسمى بخط التعليق لأنه تكتب به التعليق على هوامش الصفحات في متن الصفحة. فالمدارس بقت حاليا إلى خمسة أنواع خطوط اللي هي تعتمد بها بشكل أساسي، تعتمد عليها هذه الخمسة خطوط، كل مدرسة تحتوي الخمسة الخطوط، يعني المدرسة البغدادية متمكنين بالخطوط الخمسة كليتها، المدرسة التركية بنفس الشكل متمكنين بالخطوط الخمسة الكلاسيكية، المدرسة الإيرانية مثلا متمكنين أكثر بخط التعليق ولهذا ينسب إلى الخط الفارسي. بس العراق دائما كان إلى دور ولا زال حتى يومك هذا إلى دور في نمو الخط العربي، وفي يعني الخط بالعراقي، الخطاطين أنا دائما أقول بالعراقي ينمون مثل ما في بغداد بالذات ينمون مثل ما تنمو الشجرة الأوراق بكثافة شديدة. منشوف تمشي ببغداد أو بالعراق كل مكان به خط، حتى الجدران عليها خط، ناس يتمرنون عليها، اللافتات أنا أبواب التلفزيون لافتاتهم مخطوطة بخط ممتاز جدا، لا زلت الى يومك هذا. فاكو العراق من دون دول العالم كلها، يعني بالتاكيد هذه بلا ما اعتقد يختلفون عليها اثنين، انه العراق الى الدور مكانه الاب للخط العربي. كان هناك تنافس بين بغداد وتركيا، بس
دائما طبعا العراق الزين يطفو، والعراق دائما يتوج الخط بمدارس جديده بطرق جديده باساتذه جدد، ولا زال لحد الان كل 15 سنوات يطلع لك خطاطين يعني ممتازين جدا بالعراق. فهذا مكانة العراق بالتأكيد مكانة عليا جدا بالخط. المحافظة على الخط من التطور التقني والتكنولوجي. نعم طبعا للأسف يعني هو المفروض في أغلب الأحيان المفروض هو العكس يصير، التكنولوجيا دائما تطور الفنون، تقف في جانب الفنون، تساعد الفنون إذا عرف استخدامها بالنسبة إلى هذه الفنون. الخط العربي لسبب أو لآخر، إحنا بالعراق بلاد اللي تكتب خط عربي عندهم ضعف في استخدام التكنولوجيا، في توظيف التكنولوجيا للخط العربي. فالتكنولوجيا أنا في رأيي تأثيرها نوعا ما سلبي على الخط، لأنه من وجود الكمبيوتر هو بوجود سلبي يخلي الناس تتكاسل الخط العربي. الحرف أنا كان أستاذي يقول لي الحرف يطول نص ساعة بيدك، الحرف إيش قد ما تطول بي أكثر إيش قد ما يكون أجود وأرفع. التكنولوجيا طبعا سهلت هالعملية، صارت نص ساعة تأخذ هي جزء من ثانية، ولذلك بالنتيجة الخط العربي ضعف بوجود التكنولوجيا، لأنه قسم من الناس بدأوا يستخدمون الكمبيوتر للخط العربي. في هناك خطوط حاليا داخل على الكمبيوتر، يعني أنت تقدر تكتب خط بالكمبيوتر. فهذه مسألة أثرت على الخط العربي، لأنه إحنا في البداية كنا، من أنا أتذكر حتى على عمري يعني لما كنا بالابتدائية نأخذ الخط العربي بالمناهج، يعني ندرس الخط العربي بالمناهج الدراسية. حاليا الخط العربي صار مسألة ثانوية تكميلية فتفن، إذا أنت عندك فهو جيد، إذا ما عندك فأنت ما تحتاجه. ولذلك أنا في رأيي أنه هناك الكثير مما يمكن استخدامه وتوظيف التكنولوجيا به. يعني أنا معماري، في عملي في العمارة هناك الكثير من الأمور اللي نستفاد منها من التكنولوجيا في إضفاء الشكل اللي إحنا نريده. بنفس المنظور ممكن توظف الحاسوب حتى يخدمك للخط وليس يخط لك هو. اللي يصير حاليا انه الناس تتوظف الحاسوب حتى هو يخط، والخط بدأ يضمحل وبدأ يعني نوعا ما ينتهي وجوده، جلالته قلت. الجوامع صار الخط بها اضعف، العمارة صار الخط بها اضعف، وحتى الكتبة او اللوحة او الحلية اللي تحطها بالبيت صار الخط بها اضعف، لانه الناس بدأت تتجه الى مسائل اخرى وللأسف. استخدام الخط كوسيلة تعريف مع الحضارة الغربية. في الحضارة الغربية، إذا تجي تقارن الحضارة الغربية حاليا، أكو مثلا في إيطاليا مايكل أنجلو، الكنائس القديمة في سقوفها كلها رسومات مشهورة لكل العالم، يعني أغلب العالم أغلب المتتبعين للثقافة والحضارة والفنون يعرفون كنائس والرسوم مال مايكل أنجلو. فأني هذه تشوف هناك فد جسر ربط عمل مايكل أنجلو بالكالتشر مالتهم، بالثقافة مالتهم، بالحضارة بالتالي. فتشوف الحضارة مثلا تعكس الفنانين بشكل كبير. احنا أضعف عندنا هالمسألة. ممكن الخط العربي يعني وجوده هنا حاليا في مثلا، خلنا ناخذ إنجلترا على سبيل المثال أو لندن. لندن عاصمة الحضارات وعاصمة بها كل الخليط، وأي شخص يجي أنا عندي بالبيت يشوف هالمسائل، أي شخص من أي حضارة سواء من جنوب أفريقيا إلى أمريكا إلى أوروبا، كلهم عندهم فد اهتمام كبير بالخط. السبب اللي هو إحنا ما نشوف الاهتمام أنهم ما شايفين هم الخط، إنما من يجون هنا ويباعون وتعرفهم بالخط وقواعده والزخرفة وقواعدها، و
واستعمالاتها هذه كثير من الناس طبعا لهم اهتمام إلى درجة أنه يقتنوها حتى يحطوها ببيتهم أو يزينون بها الأفاريز. فبالتأكيد أكو مجالات واسعة، بس هي كيفية تحريك الخط العربي من جدة وجديد وإدخاله إلى الحضارة. مشاريعك ومعارضك الحالية والمستقبلية. طبعا احنا مثل ما قلنا الخط العربي انا يعني بالنسبة لي هو ليس شيء شخصي، برغم من انه حبي الى حب شخصي، ولكن بالنسبة لي هي علم لحضارة كبرى. الخط العربي فد صرح عندنا احنا بالحضارة، بدأ شوية بين تهرؤ، بين التآكل، بين النسيان. فأنا عندي رسالة أولاً أنه إحياء الخط العربي، مثل ما إحياء كثير من الأمور في الحضارات اللي تبدي شوية شوية تختفي، مثل ما يحافظون على جنس من المخلوقات المنقرضة، أنا رسالتي أنه أحافظ عليه. طبعاً هناك كثير والكثير من المشاريع، منها إلقاء محاضرات في المؤسسات البريطانية عن الخط العربي. طبعا هو معرض لعرض كل هذه الأمور اللي دشوفها هسه أمامك، وهناك خطط مستقبلية لطبع هذه اللوحات، وأحدى دور النشر في لندن عرضوا عليه أنه يطبعوها لنشرها خارج نطاق لندن، يعني في الولايات المتحدة أكو عندهم سوق، في الخليج، في الكذا. فهذه كلها طبعا هي حركة تحريك للتراث مال الخط العربي. فهناك مثل ما قلنا أكو كثير من المحاضرات كثير من الكلام ممكن أن يقال في للخط العربي وما يوفي حقه. كثير من الأعمال ممكن أنه نسويها بس نعرضها. فبدايتها راح تكون في معرض في شهر مارس المقبل 2004، أعرض بي كل اللوحات مالتي وأقدم عنه محاضرات وتعريف للخط العربي للغير ملمين بالخط العربي. ومن ثم تبدي مسألة الطبع والتعريف، يبدي واحد يحرك الخط كأنه هو فن، مثل الرسم، مثل أي شيء. ممكن أنت بدلا عن أن تقتني لوحة زيتية، ممكن تقتني لوحة فيها قرآن أو فيها شعر أو فيها أي كلمة ممكن تمسك بشكل أو بآخر. فالمشاريع والكلام عن الخط لا ينتهي، إنما بس الجهد والوقت لتحقيق هذا. في النهاية طبعا أنا أريد أولا أعرف الناس في داخل بلدي بما أخذت أنا من داخل بلدي ولا زلت أتنفسه، وهو الخط العربي. أنا ما شفت في مكان تصوف وعشق للخط العربي مثل ما شفته في العراق، ورحت دول العربية ورحت مكانات كثيرة مهتمة بالخط العربي، رحت تركيا، بس ما كل التصوف والعشق للخط العربي مثل ما عندنا. كان أستاذي عباس البغدادي الله يذكره بالخير، إن شاء الله يكون موجود بالعراق لا زال، يعلمنا بطريقة التصوف شلون تعبد الخط العربي. وأنا طبعا ممتن إلى حد النهاية، إلى آخر يوم في عمري، أنه هو علمني طريق الخط ونما بي. فهناك في العراق أكو مسألة هي بدأت شوية شوية تنسي وتنترك، هي مسألة الخط. للأسف هذه المسألة أنا لاحظت ورا ما جيت هنا، أنا بديت منشت في العراق شوية شوية نظرتي للخط، يعني النظرة للخط العربي بالعراق هي أقل مما هي لازم تكون عليه. بس أنا أقول من خبرة هنا، يعني في أوروبا، في بعد 10 سنوات في أوروبا، أنه الخط العربي كتراث لهذه الأمة هو تراث راقي جدا. كل الأمم راح تنظر له وتنظر لحامل الخط العربي كسفير كبير لفن وتراث عميق. فأنا يعني أتمنى الناس يهتمون أكثر بالخط، الاهتمام بالخط العربي وتعليمه واستعماله يكون أكثر، والنظرة إلى تكون أعلى. ترى الخط العربي عندنا في العراق للأسف من قبل بعض الناس يعني ينظروا له إلى نظرة تدني، إنما هو من أرقى الفنون. والخطاط كان في السابق في العصر العباسي يكون وزير هو. فإن شاء الله أنا أتمنى ترجع الأمور إلى ما كانت عليه في نصاب العصر العباسي، وإن شاء الله الخط يعلى شأنه، وإن شاء الله دائما إحنا
في بين الأمم الخط العدنى يبقى الخط العربي كنز نتفاخر به أمام كل الأمم إن شاء الله.